ساعات قليلة يحبس فيها الكويتيون أنفاسهم التزاما بالصمت الانتخابي بعد مضي شهر على الحملات الانتخابية والتزاما بقانون الانتخاب الذي يفرض عدم الترويج لأي مرشح قبل ساعات من فتح باب الاقتراع، التزام تخلله خروقات من بعض وسائل الإعلام حتى لا يكون هناك أي نوع من التوجيه، وبالتالي تكون يعني يضمن الجميع الفرصة المتساوية في الحصول على يعني حقه من حيث الانتخاب، ولا أن يكون هناك كفة تميل لصالح طرف على طرف آخر، وهو يعني وهو قاعدة ممارسة في كافة دول العالم والكويت ليست استثناء. 783 منتسبا للسلطة القضائية أكلت إليهم مهمة الإشراف على العملية الانتخابية، إضافة إلى 10500 رجل أمن لإدارتها رصدتهم وزارة الداخلية، التي أكدت أن أبواب مراكز الاقتراع ستغلق عند الساعة 8 مساء رغم التوقع بزيادة الإقبال على التصويت في الساعة الأخيرة بعد الإفطار. قبل إغلاق الأبواب راح ندعو المتجمعين بالقرب من المدارس إلى الدخول داخل فناء المدرسة، داخل أسوار المدرسة، ومن ثم يتسكر الباب الخارجي، وباستطاعتهم أن يقومون بعملية التصويت أثناء فترة إغلاق الأبواب من الداخل. أكثر من 400,000 ناخب يتوزعون على 100 مركز اقتراع، سيتوجهون عند صباح الغد لاختيار 50 نائبا من أصل 306 مرشحين قد يصححون مسار العملية السياسية بعد برلمانين تم حلهما. الصمت الانتخابي الذي يخرق من قبل وسائل الإعلام والمرشحين يؤكد ما يذهب إليه البعض من أن الحكومة غير قادرة على ضمان معيار الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، لكن عملية الاقتراع هي التي لا تشوبها شائبة. عادل عيدان، العربية، الكويت.